أرحب بكم أجمل ترحيب في مقر قيادة شرطة محافظة نينوى، حيث أن قيادة شرطة محافظة نينوى لدينا يوم في كل أسبوع اللقاء بالأخوة الضباط والمنتسبين العاملين في مفاصل وزارة الداخلية في محافظة نينوى، وكذلك الأخوة المواطنين الأعزاء من أبناء المحافظة وأبناء هذا البلد، واللقاء بعوائل الأخوة الشهداء والجرحى من أجل الاطلاع على المعاضل والمشاكل التي يعانون منها وإيجاد الحلول اللازمة لها وفق الضوابط والقانون. وفقنا الله جميعا لخدمة بلادنا ومحافظتنا إن شاء الله.